اليوم بغي النصيحة من أخصائي إكلينيكي نفسي، إذا كان ممكن نوجهها لمن يعيد أو سيعيد هذه التجربة أو يعيش التجربة للمرة الثانية، كيفاش أنه يحاول تنجح هذه التجربة أكبر من التجربة الأولى، وكيف يمكن، طبعا هذا بالنسبة للرجل وللمرأة أستاذ طاهر، لأننا للأسف سنجد أن من يكرر التجربة قد يسكت على كثير من الأشياء لكي لا يكون هناك فشل للمرة الثانية. صحيح، هو المطلوب هو أن الإنسان كيف ما قلت تلك الموضوعية وتلك الصراحة، يجب أن تكون مع نفسك أولا من أجل أنك تكون واضح في الأخطاء، وإذا كنت بالفعل أو إذا كنت بالفعل تشوف بأنه ما كانش عندك أخطاء والأخطاء كلها كانت في الطرف الآخر، فهذا في حد ذاته خطأ ويحتاج بالفعل إلى المراجعة، لأنه يمكن يكون أول خطأ، وهذه دائما كنقولها غير من باب زعما يعني النكتة، كنقولوا وراء الخطأ رقم واحد درتي هو أنك اختاريتي الاختيار الخطأ، زعما هذا واحد، يلا قولي يا جوج، بمعنى انه ما يمكنش تقول لي ما كاينش اخطاء، لا انا ما عنديش اخطاء وبان الطرف الاخر كان دائما هو السبب، لا هو دائما كاين اخطاء، ويجب الانسان انه يكون موضوعي ويعني ناخذ وقتي في استدراك وفهم وتحليل الاخطاء، ولا الاخطاء المتعلقه بي انا ولا بالطرف الاخر، شنو المسببات والعوامل التي ادت الى فشل هذه العلاقه، يمكن لي نستشر ونستعن بناس واطراف واحده اخرى، ربما بناس اكثر حكمه في الوسط ديالي او حتى بالمختصين والمعالجين النفسانيين اللي هما راه الاشاره في ان يعني يساعدوا الناس في التوجيه في هذا التقييم ديال هذه العلاقات، وناخذ الوقت ديالي في يعني في الاختيار الثاني باش يكون واحد الاختيار موفق، ما تكونش سرعه وما يكونش يعني التسرع، ونحاول الاخطاء ديالي في المراجعه ديالها ما يكونش مبني غير على ما عشته في العلاقه، حتى ما قبل ما عشته في ما قبل الزواج بالتجربه الاولى، مبني على مصارحه الطرف الاخر والاستماع له والانصات ليه، وما نخبي حتى شي حاجه، ونكون واضح فيما كنتكلموا دائما، فيما كنتكلموا في مواضيع العلاقه الزوجيه كنقولوا راه بعض المرات هذيك ديال نسكت على هذه، ما نهضرش على الماديات، ما نهضرش على الفلوس، لما جاتش نهضروا على الفلوس، لما جات هذا، وفي الاخر كتلقى بان اكبر مشكل كيواجه هذاك لو كوبل هو الفلوس، هو التدبير المالي، هو كذا، فما كاينش موضوعات اللي مسكوت عنها، اذا كاين موضوعات اللي هي ذات بعد جنسي نهضروا عليها، ذات بعد مادي نهضروا عليها، ذات بعد ثقافي واختلافات ثقافيه نهضروا عليها، فاحنا كنهضروا في كل شيء، كنكونوا واضحين في كل شيء، باش ملي كنشوف بانني كنعيد تجربتي الثانيه كنقول هذا الشيء ما درتوش في تجربتي الاولى، كان بزاف ديال الغموض، فاليوم ما خصش يكون الغموض، يعني فالتغيير ما كيكونش غير من اجل انني نوصل انني ندير تجربه ثانيه تكون ناجحه، التغيير كيكون حتى في كيفاش نحصل على، يعني مثلا درتي زواج تقليدي دخلوا العائلات وزوجوك وهذا وما نجحش هذا الزواج هذا، فاليوم انت ما خصكش تمشي تعاود نفس التجربه بقدر ما انك تمشي في اتجاه انه تبدا تجربه ديال انه يكون اختيار ديالك نتايا، ماشي ديال ماشي تقليدي وماشي العائله وماشي الاسره. نعم، هناك كثير من الاخطاء اللي الانسان اللي كيستدركها وكيستوعبها كيقدر يتجاوزها في التجربه الثانيه.